كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة والأجواء إن شاء الله الحلوة في مدينة طول كرم. اليوم مع بهارات الكاكوني أو الكاكوني للبهارات عفوا والعطار والطب البديل. طبعا إحنا متواجدين في المحل في مدينة طول كرم، طبعا له فرعين في نزة المسجد الجديد في مدينة طول كرم. زي ما أنتم شايفين أنه في محلين، المحل اللي على رأس السوق من فوق والفرع الثاني اللي هو الجديد إن شاء الله الكاكوني للبهارات والعطار والطب البديل في مدينة طول كرم. أبو يزن، يعني أنت غني عن التعريف، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير، الله يسعدكم والأمة الإسلامية كلها بخير. يعني ضحكتك حلوة، الله يسعدك حبيبي عمو مؤيد. اكيد شو انسان سمعته يعني. بسم الله ما شاء الله عليك، مبروك المحل كمان. الله يبارك فيكم، انتم ما قصرتوش تلفزيون السلام، ما شاء الله عنكم، الله يحماكم ربنا. نحكي بشكل عام عن البهارات او البضائع، احنا بنعرف الاسعار اليوم مرتفعه كثير، بس احنا هون شو عم احنا خلينا كل الاسعار زي ما هي على السعر القديم اللي قبل سنتين. طبعا من سنه وطلوع كل شيء، بيطلع من سنه عندنا كل شيء صار. يعني على سبيل المثال الزيت ال 5 لتر كنا نبيعه في 20 شيكل و22 شيكل 50 و52 شيكل. يعني الناس الله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم. عندكم مش من المحلات التجاريه طبعا، شيء عالمي، شيء عالمي، ازمه عالميه وان شاء الله الله بفرجها على الناس. بشكل عام البهارات كمان نوع كثير، يعني تقريبا عندنا من 90 ل 120 صنيف بهارات كلها من اساس شغلنا يعني. هيك ان شاء الله. هذا كل شيء بالذنب. يعني احنا بنميز ست البيت قاعدين في البهارات اللي بنعطيكم اياها، احنا اصلا بنميز قاعدين كل شيء. كل عام وانتم وانت بالف خير حبيبي. شكرا ابو يزن، تحياتنا لكم، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، كيف حالك؟ شكرا، الله يسعدك ويسلم عليك. سلم عليك. لا 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 لا. شو اليوم زيارتك لطول كرم، كيف شايف الاجواء والاسواق؟ لا بعدها مش مستعد. اليوم زاير عند ابو يزن، شو جاي حبيبي؟ اللي راح شو يسموه؟ راحة. طب استنى شوي نرسلك سؤال صغير ونعطيك هدية من عنده. صوت الديك شو بسموه؟ كاكوني. اعطوني هدية، وين الهدايا؟ اعطينا الهدايا. طب يا زلمة حاملهن؟ هو صياح بقولوا له، بتعرف بكون واقف يصيح. صح، عملنا مشكلة كلك. كل عام وانتم بخير. رضا عليك سادة، الله يخليك. كل عام وانتم بخير يا رب. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. يعني احنا خلينا نشوف الاجواء الحلوة ان شاء الله في محلات الكاكونة البهارات. طبعا هو له فرعين، يلا بنفرجيكم الفرع الثاني ان شاء الله في طلعة السوق اول السوق، وهي الكاكونة البهارات والعطار والطب البديل. طبعا تركيب جميع انواع الزيوت الطبيعية في مدينة طول كرم بإدارة أبو يزن حبيبنا ويزن مرعي. طبعا كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. خلينا نشوف كيف بس الأجواء في داخل السوق إن شاء الله، وابقوا في مدينة طول كرم. زي ما انتم شايفين الأجواء الحلوة، هاي المحل الفرع الأول والفرع الثاني هو الجديد اللي فتح في مدينة طول كرم. يعني إن شاء الله بتكون أيام حلوة، أيام سعيدة في مدينة طول كرم. خلينا نشوف الحج هون. أول شيء السلام عليكم. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. فاجأة حياك الله، تفضل. الصدمة مهمة. لا لا تفضل، أعطيك عرفنا. كمال بدران من دير الأخصيب. حياك الله. يا مرحبا. كيف شايف الأجواء في طول كرم؟ والله ممتاز بلده. أنا صار لي ثلاث سنوات مش نازل في قطر، بشتغل في قطر. بس والله الواحد هون بلده ولا في أحسن منها. الأجواء هاي الواحد بحب يعيشها ويقعد يقضي إجازته هون. هاي الأولاد عندي هون برضو في جامعة قطر في الدوحة. ما شاء الله. معاذ معاذ، تعال يا بابا. معاذ محمد. هاي محمد. محمد. ما شاء الله عنكم، جنب جنب بعض. الله. يلا نتعرف عليكم. شو يا محمد، شو دارس؟ أنا بالمدرسة لسه. لسه أي صف يعني؟ التاسع. التاسع. إنجليزية، مدرسة إنجليزية. ما شاء الله. المدرسة هي إنجليزية قاعد. خاصة مدرسة. الله يوفقك. هلا انا بجامعة قطر سنة ثالثة هندسة. ما شاء الله. يعني الله يوفقك. امين يا رب وياك. يعني نحكي بشكل عام، بس سؤال صغير، بدنا نعطيكم هدية مباشرة من عند الكاكون ان شاء الله. يعطيك العافية. يعني بقول لك، ما الذي يطلق عليه قائد الملائكة؟ قائد الملائكة مين؟ جبريل. جبريل. طبعا صح. تفضل. يعطيك العافيه. ليش اعطيها لابوك؟ كل عام وانتم بخير. بخير وصحة. عرفتونا. حياك الله. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير. يعني احنا مبسوطين جدا من الناس اللي برا، اللي عايشه برا وجاي على فلسطين على طول كرم بتزور اهلها. كل الاحترام لهم، كل الاحترام للكاكوني طبعا في طول كرم. يعني احنا جدا بنحكي كل عام وانتم بخير. وكل عام بخير. طمنا عنكم. الحمد لله تمام. عشان نفتح السير بدناش نضايق حدا. اي منطقه؟ باقي الشرقيه. يا ميت، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. كيف شايف الاجواء في طول كرم؟ الحمد لله
تمام. الشعب يعني ما شاء الله طالع الكل يتسوق للعيد. عيد كله عيد. كله عيد. يعني احنا كل افراحنا كلها وايامنا كلها عيد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله رب العالمين. طيب نسألك سؤال صغير حلو. تفضل. يعني بقول لك ما سبب تسمية كوكب المريخ بالكوكب الاحمر؟ ليش سموه كوكب المريخ الاحمر؟ لانه لونه احمر مثلا. يعني شو الجوات اللون احمر؟ لب القلب تاعه احمر. الصخور في صخور جوا صح؟ اه صحيح. هي عشان هيك لونه احمر. طيب تمام. هاي هديه مقدمه من الكاكوني طبعا. تسلم كل عام طبعا. وانت بخير. يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. كل عام وانتم بخير كمان مره في الاجواء الحلوه بمناسبه قرب عيد الاضحى المبارك. كل عام بخير وسعاده. اهلا وسهلا. عرفنا عن حالك. معتصم السروج من مخيمه الكرم. مخيمه الكرم. يعني كيف اهلنا في المخيم؟ الحمد لله رب العالمين. يعني حبايبنا اكيد. اكيد كل عام بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. جهزت للعيد؟ والله اشتري للاولاد واعي والله لحمه والحلو والفواكه ان شاء الله. الله يهدي بالك الجميع يا رب. تكون بتعرفه ابو يزان؟ جارنا يا زلمه. الله يجعله مبروك. ان شاء الله اقبل عندك اشوف لك. مبروك. عندك ان شاء الله جميعا. عند هالواحد. سلام. عند هالواحد. انت وياه مع بعض. طب كل التصوير بس متبع علي انت. يلا عليهم الاثنين عليهم الاثنين. هالواحد يفتح انت الارجي. الله يهدي بالك. جميعا. في طول كرم كم مخيم عندك؟ طول كرم؟ مخيمين. عندي؟ مخيم نور الشمس ومخيم طول كرم. طلع هالسؤال ما اسمه. ان شاء الله مقدم لكم. الله يخليك. كل عام وانت بخير الجميع. انت وان شاء الله كل سنه وانت سالمين. انت سالم. عيد سعيد. طيب نرجع هون كمان. يلا خلينا نختم معك. الله يسعدك. محمود عبد الرحمن ابو شنب من طول كرم. اهلا وسهلا. حياك الله يا سيدي. شايف الاجواء ان شاء الله انها خير. ان شاء الله. ان شاء الله. جاهز للعيد؟ الحمد لله رب العالمين. كل شيء جاهز ان شاء الله. ان شاء رب العالمين. سؤال سهل جدا. بقول لك كم يبلغ عدد لاعبي كره السله؟ الله أرضى على الرياض. سلة؟ سلة آه. سلة. طاب اللي برموها صح؟ خمسة آه. متأكد خمسة؟ آه. مين أشر لك؟ ورا صح؟ يسلم ايدك يا سيدي. وانت بخير وصحة وسلامة. حبيبي كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. يعني احنا بنختم مع الكاكوني طبعا الليفرات والعطارة طبعا كل عام هم بخير وصحة وسلامة. يعني الأجواء الحلوة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. احنا بنحب يعني احنا في برنامجنا مش بس الزلمة بده يعمل انه بس نقول لك خذ هدايا واعطي أسئلة صعبة. بالعكس كل المحلات التجارية متعاونين في مدينة طول كرم قالوا يعني في نفس البرنامج انه مقدموا هدايا خلي هالناس تاخذ هدايا وتنبسط بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بخير. زي ما انتم شايفين الكاكوني للبهارات يعني اسم كبير اسم عريق في مدينه طول كرم. يعني حبيبنا ابو يزن الف الف مبروك الافتتاح المحل الجديد له. وكل عام وانتم بخير والى اللقاء.